متابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات الحسن قبس من بغداد. مرحبا بك أستاذ الحسن. رغم نفي المفوضية لكن ما زال الحديث قائما ويسري عن أن هذه التغييرات ثمة دوافع وتأثيرات سياسية وقفت خلفها. نعم، تحياتي لحضرتك والمشاهدين الكرام. حياك. حقيقة في الإدارة الحديثة من المفيد جدا وأيضا من الضروري أن يكون هناك في كل فترة تدوير في المناصب، وذلك لغرض ضخ الدماء الجديدة والحصول على رؤية وأفكار جديدة. لذلك تجد هذا الأمر طبيعي في المؤسسات، لا يجب أن يحدث تدوير في المناصب، وذلك لغرض مثل ما وضحت لك للحصول على رؤية جديدة، وقد يكون الأمر هو تدوير إداري محض. نعم، أجدد التحية بك ثانية سيد الحسن. يعني ما هي الإجراءات الحديثة التي أطلقتها المفوضية فيما يتعلق بمنع تسجيل أي خروقات قد تحصل في الانتخابات، سواء كانت هذه الخروقات متعلقة بالنزاهة أو خروقات تقنية أخرى؟ وأيضا كم نسبة ضمان إجراء اقتراع سليم دون تزوير أو حتى تدخل؟ نعم أختي العزيزة، احنا في المفوضية دائما بعد كل عملية انتخابية نجري تقييم كامل وشامل على العملية الانتخابية السابقة لغرض الوقوف على الأمور السلبية والإيجابية لمعالجة السلبيات وتعضيد الإيجابيات. حقيقة احنا في المفوضية قطعنا شوطا كبيرا في موضوع الحفاظ على نزاهة الانتخابات وأيضا مكافحة التزوير وإلى ذلك، حيث صدر القانون الخاص بالانتخابات ومن ضمن فقراته أن يكون هناك العد والفرز الإلكتروني بالإضافة إلى اليدوي، أيضا استخدام البطاقة البيومترية حصرا، وإضافة إلى كل هذا سيتم نصب كاميرات لغرض مراقبة المحطات أثناء العد والفرز، وسيتم إعلان النتائج الأولية بعد 24 ساعة وفقا للقانون. وهذه الإجراءات جميعها تعتبر ضمانا لنزاهة الانتخابات وضمانا لسير العملية الانتخابية بكل شفافية وبكل مهنية. طيب، يعني هذه التغييرات أستاذ الحسن جاءت ربما بعد أشهر على استقالة رئيس المفوضية السابق جليل خلف، يعني تغييرات، إعفاءات، استقالات، ألا تعتقد ربما أنها ستعزز الشكوك وتثير الريبة والهواجس لدى الناخب، أم أن الناخب سيقتنع بأن ما يجري هو إجراء طبيعي؟ نعم أخي العزيز، اليوم إحنا في المفوضية بعد هذه السنين الطويلة اكتسبت العناصر في المفوضية الخبرة والدراية الكاملة، ولذلك أي موظف في المفوضية يتسلم منصب أو يكون في موقع المسؤولية هو يعتبر مؤهل لقيادة هذا المنصب والمسؤولية. أما فيما يخص التغييرات التي حصلت فأوضحت لك سابقا أن هذا أمر طبيعي يجري في أي مؤسسة تحاول الحصول على رؤية جديدة وأفكار جديدة، ومن ضمنهم المتحدث. أنا كنت أيضا في انتخابات السابقة كنت مدير التدريب والتطوير، حاليا أنا مسؤول العلاقات، فهذا الأمر طبيعي جدا أن يكون هناك تنقلات وتغييرات، وذلك لغرض تعزيز الرؤية وتعزيز الأفكار والإضافة إلى إضافة أفكار جديدة للعمل. عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات الأستاذ الحسن قبس كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.